الخبر الاول عادنا عن نورمار وان مورمار وسفرهم اثنيناتهم الدبي يا حبايب. فنزلوا شويه ستوريات كان من داخل المطار وشويه ستوريات من داخل الطياره. استرات شويه ضحك يا حبايب. اخر شيء ختموها بستوريات لما وصلوا بالدبي ودير تقوم بها اليوتيوبر منهم برهوم المعراوي. اخر شيء يا حبايب الستوري الاخير قلنا وكلش تعبان وراح ينام. راح اعطيكم الستوريات كامله يا حبايب شوفوها. وطبعا الف الحمد لله على السلامه على وصوله بخير. واخيرا يا جماعه انا اول راح يتحقق حلمنا راح نحط وضع طيران. ايه لا بحط وضع هاي قدامكم. لا استنى تطير في لسه نص ساعه. انا حطيتها بهالمره وكان شعور رائع. بتنزل مطر كبس ولا انور شال لي قال لي بخاف اطير بمطر انا دائما يعني. قلت له هي اول مره بطير بطياره يا حمار ما جرب مطر بس جماعه مطر كبس الله يعيننا ويجير يا كلب يا كافر. لا ما والله مستحيل. تفضل العره وصل يا هلا نورت 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 يعني دبي نورت. اي والله خذ المفاجاه كيف كفاشا. هذا الهندي هذا هو شيل الشنط. يا جماعه وصلت الاوتيل ما بتوقعوا كميه التعب والناس اللي فيني فرايح اغط في النوم وفي ما بعرف ايمت واصور لكم اكمل الطلعات طلعات دبي الحلوه. روح حاليا الاميره الحسين ومرضها يا حبايب. فنزلت هذا الستوري كانت تقريبا من داخل المستشفى كانت حطمت المغذي بايدها فنوضح يا حبايب انه هي مريضه فالله يشفيها يا رب وان شاء الله ما بيها الا الخير والعافيه. ولا تنسون يا حبايب انه تدعوا لها انه الله يشفيها يا رب بالكومنتات. وعلى سيره اميره يا حبايب وصول قناتها باليوتيوب للمليون مشترك فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. وننتقل حاليا لنارين بيوتي وتاكيد انه ماكو مشكله بينها وبين مو فلوجز. فيا حبايب اخر ستوري نزلتها هو كان ستوري كان بتصميم لواحد من فانزات نارين بيوتي مو فلوجز. هذا ياكد يا حبايب انه بينها وبين مو فلوجز ماكو مشكله وانه هي قبل انه يكون اكو فانزات حب بينها وبين مو فلوجز. مثل ما شايفين يا حبايب هذا التصاميم مالته اللي هي تصاميم حب الها والمو فلوجز. فكروا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر؟ هل تتوقعون انهم يحبون بعض ماكو مشاكل بيناتهم او اكو مشكله ولكن هم حابين يخفوها؟ ننتقل حاليا ابو فله وناجي الخاق والمشكله اللي صارت بيناتهم. طبعا المشكله يا حبايب عباره عن كذب مو اكثر ضحك يعني. فنزل شوية ستوريات يا حبايب واحد قاعد يتهجم بيه على الثاني وقاعد يستهزئ بيه بالثاني. في المعرفة يا حبايب القصة كلها يا حبايب انه ابو فله وناجي القاخ متحدين بعض بلعبة اسمها ببجي. ويا حبايب راح ينزلون مقطع على قناتهم باليوتيوب ويشوفون من الفايز راح يلعبون ويا بعض ويشوفون من الفايز. فنزل شوية ستوريات يحمسون المتابعين ويسوون شوية دراما وشوية مشاكل عاود يحمسون المتابعين لهذه المباراة اللي راح تصير. اكون كل ما علينا ننتظر ونشوف من راح يفوز من بيناتهم. واكتبوا لنا حبايب بالكومنتات انتم من جيش ناجي القاخ او ابو فله. ابو فله صار معاه امساك وضرب على مخه وقرر يتحدانا في ببجي. تمام. المشكله انه بعد طالع بخساره من دحومي. واحد اسمه دحومي خزقه بالفيفا. ما علينا مش موضوعنا. هلا بورجيكم دحومي شو عمل. جماعه ايش قاعد تسوون؟ ايش قاعد تسوون يا جماعه؟ الشباب قاعد يلعبوا مناجي. يا شنو هذا يا رجل؟ ودي اشدوا من هذا. شنو؟ يا حبيبي احنا تجوزناك عشان تعقل. جابك علينا. اللي مو فاهم شيء اللي مسمي نفسه بومباستك قرر انه يواجهني ويتحداني. يا جماعه شويه هدوا يا جماعه هدوا. قرر انه يواجهني. ناجي جاهز حالك للبطوله لانك انت اللي بديت وربي لا يصيدك ببوتشيكي وبالبطوله لاني والله راح افشك راح افشك. والله ما عليك يا جماعه تستانسون مره ثانيه. اخيرا ضعفت يا ناجي. بالختام يا حبايب جيلوف يا حبايب وردع على سيمو. في المعرف يا حبايب انه سيمو نزلت امبارحة اغنية بعنوان لا تحلف فدوة اللي هي كانت ديستراك على جيلوف. بصراحة الاغنية كانت كلش نارية وكلش رهيبة انصح الكل يروح يسمعها. وبالنسبة لجيلوف يا حبايب شنو رد على الموضوع فنزل هذا الستوري يقول شفتوا اللي شفته اني وهاك راح احطكم الستوري مالته اللي يقصد سيمو. انتو شايفين اللي شفته اني؟ كل ما علينا ننتظر يا حبايب رد جيلوف اللي اكيد راح يكون رد ناري. اكتبوا لنا بالكومنتات ايش قد متحمسين وش رايكم باغنيات سيمو. وبيوصل لنا وصلت المقطع اتمنى تعجبكم فجروا هذا المقطع باللايكات وبس. كانكم فايزين من قناه ملكه القصص. احبكم احبكم وبس مع السلامه.